رحمك الله. السي عبد الرحمن اليوسفي رجل ارتبط اسمه بالمسار السياسي لبلادنا لأكثر من 8 عقود، وطني كان حاضرا في أبرز المحطات المفصلية للمغرب من أجل بناء وطن ديمقراطي تسوده العدالة، مؤسس العديد من الإطارات السياسية، مناضل في حزب الاستقلال وبعده الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، مؤسس من أحد مؤسسيه ومؤسسا للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في منتصف السبعينات. رجل أعطى للسياسة نبلها وللحقوق مفهومها. إنه السي عبد الرحمن اليوسفي ناضل من أجل تكريس حقوق الإنسان بمغربنا، وناضل من أجل أن يصادق المغرب على المواثيق الدولية، وناضل كذلك من أجل تكون الوثيقة الدستورية وثيقة حقوق أيضا. وعلى المستوى العربي كان السي عبد الرحمن أحد مؤسسي اتحاد المحامين العرب واتحاد الحقوقيين العرب والمنظمة العربية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان الذي يوجد مقره بتونس. كان يتنفس حقوق الإنسان السي عبد الرحمن، الذي ودعنا اليوم في هذه الظروف الاستثنائية، ظل شامخا كشموخ جبل تبقال بالمغرب. رحمك الله وأسكنك فسيح جنانك.